بتدخل على الموضوعات مباشرة الناس. طيب برضو من الناس اللي بتدخل، في ناس بتدخل تتعلم وتشوف وتعرف، وفي ناس بتدخل تشكك. انا بشكر اللي بيشكك اكتر من اللي بيدخل عشان يعرف. اللي بيشكك، واحد بعت لي بيقول لي يا دكتور اتق الله، انت بتقول لنا في العمليه اللي انت حاططها على قناتك ان انت ما بتفتحش النسيج الكافي، لكن باين في الاخر انك بتخيط. امال بتخيط ايه؟ ما هو اللي بتخيطه ده هو النسيج الكافي. فبقول له يا استاذ الفاضل، لو انت مش عارف تعرف ان اللي بيخيطه ده حاجه لونها ابيض، ودي بنسميها الغلاف الخارجي للنسيج الكافي، من اسمها باي انجلش تيونيكا البوجيني، يعني الغلاف الابيض. لو بصيت في الصوره وركزت هتلاقي احنا بنفتح حاجه لونها ابيض وراها حاجه لونها احمر. الحاجه اللي لونها احمر دي هو ده النسيج الكافي، ده اللي احنا ما بنجيش ناحيته وبنفصله عن الغلاف، وبنزرع الدعامه بينهم، يعني تحت الغلاف ولكنها خارج النسيج. فيعني معلش لو انت مش عارف اديك عرفت، ولو انت عايز تشكك الناس فبشكرك، لان الناس لازم تبقى كل ما انت اللي زيك بيدخل بيخليني اعرف الناس الحقيقه ايه، وعشان الناس تبقى عارفه بالظبط ايه الموضوع، لان التشكيك ملوش لا محل له من الاعراب في الحاجات اللي زي دي. احنا عاملينها قناه تثقيفيه.